للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من مدينه اسطنبول التركيه المتخصص بالشؤون الافريقيه الدكتور ادريس ربوح. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه او الى استوديو الرافدين. هناك تحذيرات كانت من النخب الجزائريه من نشاطات ايرانيه مشبوهه في الجزائر يقوم بها الملحق الثقافي في السفاره الايرانيه امير الموسوي من فتره، برايك لماذا اتخذ قرار طرد الموسوي الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الدبلوماسي الإيراني ثارت عليه كثير من اللغط في الجزائر، سواء من طريق عن طريق نخب جزائرية أو عن طريق ناشطين جزائريين أو غيرهم، وبالتالي هو كان هدف لكثير من الأطراف التي تناوئ الدور الإيراني في الجزائر والحضور الإيراني المكثف، خاصة وأنه شخصية دبلوماسية غير عادية، لأنه هو في الحقيقة سياسي ودبلوماسي وإعلامي، وبالتالي هو وذو خلفية، ويقال أنه له خلفية عسكرية، وبالتالي هو شخصية متميزة، ولكن له دور أساسي في نشاط السفارة الإيرانية في الجزائر، وبالتالي نشاطه ربما أزعج الكثير بحيث أنه يقال أنه تجاوز الأعراف الدبلوماسية، بالرغم أنه في الجزائر هناك الكثير من الأنشطة من جهات أخرى لدول تنشر فكرة وأيديولوجيتها ليست إيران فقط، لكن ربما هو كان هدف لأطراف لا تريد أن يكون له دور ونشاط، خاصة وأن المنطقة متأثرة بما يحدث في الشرق الأوسط. نعم، ما الذي تخشاه الحكومة الجزائرية من نشاطات إيرانية ذات الصبغة المذهبية؟ أنا في اعتقادي على مستوى الدولة ليس هناك مشكل كبير بين إيران والجزائر، لأن هناك هذه العلاقة قد تم تنظيمها بعد القطيعة التي وقعت أيام العشرية السوداء في الجزائر، وبالتالي تم وضعها على أسس صلبة. النشاط الشيعي هو متعدد، ليس من إيران فقط وإنما من مواقع شيعية متعددة، الشيعة الذي ينشطون في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وكثير من المناطق، سواء كانوا شيعة إيرانيين أو شيعة عرب حضورهم ملاحظ في أكثر من دولة. على مستوى الدولة المشكل ليس مطروح، حتى أن ذهاب الدبلوماسي جاء بعد في ظروف عادية، حتى وإن جاء بعد لغط كبير وكلام حديث ومطالبات برحيله، لكن أعتقد على مستوى الحكومة ليس هناك مشكل، وإنما هناك على مستوى النخب التي تريد ألا يكون أي نشاط شيعي، وهذه النخب كذلك ليست هي نخب تعادي النشاط الشيعي، وكثير من التقارير الصحفية هي مبالغ في تقاريرها بهذا العد الكبير عن التشيع في الجزائر، لأنه من الصعب أن يكون تشيع في الجزائر. أنا أعتقد أن الجزائر محصنة عن هذا النوع من النشاط. طالما أن إيران تعرف أنه من الصعب أن يكون هذا النشاطات تكون متاحة في الجزائر، إذن لماذا إيران تمارس هذه النشاطات في مجتمع هويته معروفة المذهبية؟ هو ليست إيران، الجزائر بلد مفتوح نوعا ما في موضوع نشر الإيديولوجيات، بمعنى كما لإيران مركز ثقافي، لفرنسا مراكز ثقافية في العاصمة وفي الشرق والغرب، وكذلك للمركز الإسباني، وكذلك السفارة السعودية لها نشاط، وبالتالي هناك نوع من المساحة مسموح بها للنشاط ولا مسموح بها ويمكن قبولها على المستوى الرسمي بأنه يمكن أن يكون هناك نشاط ثقافي. هذا لا ننكر بأنه إيران تريد أن تصدر نموذجها الثوري اللي هو في الحقيقة ليس متعارض كثيرا مع الثورة الجزائرية، لأنه حتى الثورة الإيرانية قال في مرحلة من المراحل بأنها عندما انتصرت الثورة الإيرانية وقال المرشد الثورة الإيرانية بأنه يستوحي ويستلهم من الثورة الجزائرية، ليس هناك تعارض. إذن أقول إيران تريد أن تنشر نموذجها وثورتها وما يعرف بتصدير الثورة، لكن هذا ليس له الأثر الكبير على المستوى الشعبي، لأن هناك عدم قبول لهذا النموذج، خاصة بما يحدث في الشرق الأوسط وهو الأهم، بمعنى أنه النموذج التدخل الإيراني في الشرق الأوسط في كثير من أكثر من موقع في العراق في لبنان في سوريا وفي اليمن أعطى صورة سلبية على إيران بأنها تقدم نموذج غير مساعد. هل أدركت برأيك بهذه الصورة السلطات الجزائرية خطورة التغلغل الإيراني في المجتمع الجزائري؟
أنا أعتقد أن السلطات الجزائرية لا تسمح، لأن أجهزتها الأمنية هي دولة لها أجهزة أمنية قوية ومتابعة لما يحدث في المجتمع، سواء كان المجتمع الجزائري أو على مستوى القادمين السلك الدبلوماسي وغيره، وبالتالي هي مدركة لمختلف النشاطات. وأعتقد أن النشاطات كانت في إطار، كانت كل مرة يحذر بطريقة أو بأخرى ليلتزم بدوره الثقافي كملحق ثقافي، وكانت معظم أنشطته وصلت إلى مرحلة يأس. أعتقد أنه وصل إلى مرحلة يأس، وأنه لا يمكن أن يحقق مشروعه في الجزائر، وبالتالي لم يعد له ضرورة لأن يتواجد في الجزائر، وبالتالي انحصر دوره في الآونة الأخيرة عن النشاطات الثقافية، وآخرها مثلا إنتاج الأفلام بالتعاون الجزائري والإيراني، وبالتالي هو لم يستطع أن يحقق ما أراد من تحقيق بناء قاعدة مؤيدة لإيران ومؤيدة لطروحات إيران، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر صعب عليه. بالإضافة إلى ذلك أن معظم الذين يقولون أن متشيعين هو تشيع مصلحي انتهازي فقط وليس ذو مبادئ، كما نلاحظ في موضوع التنصير في بعض المناطق هو ذو طبيعة انتهازية، البعض يتشيع ويتنصر لهدف انتهازي فقط وهو محدود ومحدود جدا. نعم، برأيك هل تتوقع بأن طرد موسوي من الجزائر هو رسالة تنبيه وتحذير ربما لبلدان شمال إفريقيا من التقارير التي تتحدث عن نشاطات إيران المماثلة في تلك المجتمعات؟ أنا أعتقد أن اختيار هذا الدبلوماسي المتعدد التخصصات، كما قلت الدبلوماسي وسياسي وإعلامي ورئيس مركز دراسات وأستاذ في العلوم السياسية، بالإضافة إلى خلفيته كما يروج عنه من خلفيته العسكرية، واختياره أن يكون في الجزائر وفي هذا المنصب لأهمية الجزائر باعتبارها هي قلب المنطقة شمال إفريقيا ولأهميتها، وبالتالي عندما هو فشل في اعتقادي في المهمة التي أوكلت له وتحقيق أغراض من نشر قاعدة لتتبنى الطروحات الإيرانية، وبالتالي لا يمكن له تأثير في بقية في أطراف الإقليم ممثلة في الدول المجاورة للجزائر. هذا من جهة. من جهة ثانية، الجزائر ضبطت علاقتها مع إيران بشكل جيد، خاصة أن إيران أخطأت خطيئتها الكبرى مع الجزائر أيام في فترة التسعينات عندما قتل ووصل الأمر إلى قطع العلاقات. في الإيرانيون أدركوا بأنهم يتعاملون مع طرف لا يمكن أن يتساهل في هذا الأمور، وبالتالي كل مرة الأمور مضبوطة لا أعتقد أنه يمكن تجاوزها في الجزائر وبالتالي في الإقليم، ويمكن وصولها سواء عن طريق فكرة التشيع أو عن طريق بناء قاعدة تتبنى الطروحات الإيرانية في المنطقة. هل برأيك المجتمعات في شمال إفريقيا من الجزائر تحمل أو تتمتع بحصانة كافية بوجه أي تغلغل إيراني في المستقبل القريب؟ اولا هي تملك الحصانه الفقهيه والعقائديه والانسجام، لانه كما تعلمون بان المنطقه كلها تدين بالدين الاسلامي وبالمذهب المالكي، يعني موحده في كل شيء، حتى في القراءه هي قراءه ورش، وبالتالي هناك وحده عقائديه وثقافيه في المنطقه، لا يمكن ان يكون هناك اي اختراق لكل المنطقة شمال افريقيا، خاصه وان قلب شمال افريقيا صامد ويتعامل مع هذه التحديات بشكل منهجي. إذا لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الاجتماعي والنسيج الديني للمنطقة، لأن هناك مؤسسات قائمة واقفة لمواجهة أي تدخل وأي اختراق في هذا المجال. نعم، دكتور إدريس ربوح المتخصص في الشؤون الإفريقية كنت معنا عبر الهواء مباشرة أو عبر أخبار الصناعية من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.